السلطة لا يتطرقون إلى هذا الحديث. في صحيح مسلم عبد الله بن عمرو بن العاص بايع معاوية على الخلافة، بايع ويراه خليفة شرعي. اختصم عبد الله بن عمرو من فقهاء الصحابة وعلمائها مع عنبسة والي معاوية والي الطائف على أرض، فقام عنبسة والي شرعي ولي أمر وذهب ليأخذ الأرض عنوة، فقام عبد الله بن عمرو فسلح عبيده، عطى كل واحد من يملك سلاح ليجابه به من جيش عنبسة الذي جاء يأخذ الأرض. فجاء خالد بن العاص ينكر عليه، ولي الأمر وتخالفه وأرض، قال أما علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل دون ماله فهو شهيد. شيخ الحين يقول لك إذا جلد ظهرك وأخذ مالك وهتك عرضك هذا فهم صادق، ما عاد بقى شيء يسويه فيك، هذا فهم صادق، ويقول لك لا ترفع يدك. من العجائب قبل، وهو لو أنه يتهاوش مع واحد في الشارع مسكه ودبه. لا قبل هذا الحديث اللي ذكرته وأن جلد ظهرك وأخذ مالك، أولا لابد أن يعلم أنه لا يوجد نص في الشريعة يعين الظالم على ظلمه، لا في مقاصده ولا في نصوصه. هل أنت تتصور كمسلم هناك نص يعين الظالم على ظلمه؟ النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين يخبر عن نبي نزل تحت شجرة فقرصته نملة، فأمر بأن تحرق قرى النمل، قرى النمل هذه الطيني، أمر أنها تحرق كلها، فعاتبه الله قال أفي إن قرصتك نملة واحدة أحرقت أمة من الأمم تسبح؟ وقال له في حديث آخر فهل لا نملة واحدة، يعني التي ظلمت وجارة واحدة تقتل النمل ليه؟ لاحظ تخيل عتاب من الله على نمل، سبحان الله. يعني ما يعاتبون على بشر. وإن جلد ظهرك حدا وأخذ مالك حقا فيجب له السمع والطاعة، يعني مو على باطل. بلا شك لا يتصور أن هناك نص يعين الظالم على ظلمه. وهذا الحديث إشكاليته إيش؟ أنه كأنه يجعل الشريعة أنها حاكمة على المحكوم دون الحاكم، هذا فهم سقيم. الشريعة حاكمة على المحكوم والحاكم، لذلك جاء في الحديث في الصحيحين قال وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها.